اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنشتغل في فيديو النهاردة ازاي نعمل دراع شنطة. ممكن نستخدمها وصلة كمامة او ممكن نستخدمها كنار للتزيين. طريقة سهلة وبسيطة. انا هستخدم خيط قطن، وهستخدم مع الخيط ده ابرة مقاس 3. انتي ممكن تستخدمي خيط مكرمية او خيط سلسلة لو هتعمليها الشنطة، او ممكن كنار للتزيين بتستخدمي خيط رفيع. فانا هستخدم خيط رفيع، وهستخدم معاه ابرة مقاس 3. هشتغل معاكوا عقدة البداية. بعد ما عملت عقدة البداية هشتغل 3 سلسلة. 1 2 3. بعد كده هرتفع 4 سلسلة. 1 2 3 4. هلف الخيط على الإبرة وهروح عند رابع غرزة سلسلة اللي أنا ارتفعتها. أنا كنت ارتفعت 3 في الأول، هسيبهم واروح عند الغرزة الرابعة اللي هي أول غرزة في الأربع غرز اللي أنا ارتفعتهم تاني، وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة. هدخل جواها واشتغل غرزة عمود بلفة عادية. بعد كده هتكون معايا بالشكل ده كده. هشتغل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. حط ايدي عند الغرزة الخامسة، وبعد كده هرتفع كمان 4 سلسلة. 1 2 3 4. هدخل في اول غرزة من الاربع غرز السلاسل اللي انا ارتفعتهم تاني، وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة. انا بسيب الخمسة اللي انا اشتغلتهم مش بشتغل فيهم حاجة، وبشتغل في اول غرزة من الغرز الاربعة اللي انا ارتفعت بيهم تاني، وهدخل جواها واشتغل فيها غرزة عمود بلفة. احنا كده بنشتغل طول الحزام او السلسلة او طول دراع الشنطة اللي احنا عاوزينه. احنا بنشتغل الطول الاول وبعد كده بنكمل عليه. تاني هشتغل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. حط ايدي عند خامس غرزة سلسلة وبزود عليهم كمان 4. 1 2 3 4. وبلف الخيط على الابرة وبدخل عند اول غرزة من الاربع غرز اللي انا ارتفعتهم، بشتغل غرزة عمود بلفة. بعد كده بشتغل 5 سلسلة بعيد اللي انا بقى بعمله، بشتغل 5 سلسلة كده. 3 4 5. بحط ايدي عند خامس غرزة سلسلة وبرتفع كمان 4 سلسلة. 1 2 3 4. وبدخل في اول غرزة من الاربع غرز اللي انا ارتفعتهم تاني، وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة. يبقى احنا اتفقنا ان احنا اللي احنا بنرتفعه دلوقتي الطول اللي احنا عايزينه. بعد كده بنبتدي بعد ما نخلص الطول اللي احنا عاوزينه بنشتغل العرض. هشتغل معاكم كمان مرة. هرتفع 5 سلسلة. 2 3 4 5. بعد ما بشتغل 5 سلسلة بشتغل كمان 4 سلسلة. 1 2 3 4. بلف الخيط عند الإبرة وبدخل في أول غرزة من الأربع سلاسل الارتفاعات اللي ارتفعتهم، وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة. وبفضل مكملة كده بنفس الطريقة لحد ما أوصل للطول اللي أنا عاوزاه. فانا هكتفي بكده ان انا هشرح عليها الوحده. انما انتوا طبعا لو هتعملوها دراع شنطه بتطولوا عن كده، او لو هتشتغلوها وصله كمامه بتعملوا الحجم المقاس اللي انتوا عاوزينه الاول، بعد كده بنكمل شغل عليها. فده الطول بتاع اللي احنا بنشتغله. هننتقل للراوند التاني. هننتقل للراوند اللي بعد كده، وهرتفع 7 سلسله. 1 2 3 4 5 6 7. هلف الخيط مرتين على الإبرة. عندي غرزة العمود بلفة اللي كنت بشتغلها مع السلاسل، هدخل في وسطهم بالشكل ده كده، وهشتغل غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة. بلف الخيط وبطلع من حلقتين،
وبلف الخيط وبطلع من حلقتين وبسيب حلقتين على الإبرة. هشتغل كمان 3 مرات بنفس الطريقة، ان انا بلف الخيط مرتين على الإبرة وهدخل في نفس المكان وهشتغل غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، بلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من كمان حلقتين تاني، هشتغل هعمل غرزة، هلف الخيط مرتين على الإبرة وهدخل جوه في نفس المكان وهسحب الخيط وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من كمان حلقتين كمان مرة، هدخل في نفس المكان وهشتغل فيه غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، بلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من كمان حلقتين، بيتبقى معايا 5 حلقات على الإبرة، بلف الخيط وبطلع من الـ5 حلقات مع بعض كده. اشتغلنا غرزة كليستر، وبعد كده بعد ما اشتغلنا غرزة الكليستر اللي هي غرزة العمود ب2 لفة المجمعة اشتغلناها 4 مرات، هرتفع 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهلف الخيط مرتين على الإبرة وهدخل في نفس المكان وعيد اللي أنا اشتغلته هنا، إن أنا بشتغل غرزة كليستر 4 مرات، بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من كمان حلقتين وبسيب حلقتين على الإبرة كده. أول مرة، تاني مرة، كده 2 كده 3 كده 4، بقى معايا 5 حلقات على الإبرة، بلف الخيط وبطلع من الـ5 حلقات مع بعض، هتكون معايا بالشكل ده كده. هشتغل 2 سلسلة، واحد 2، وهلف الخيط مرتين على الإبرة وهنتقل هنا لغرزة العمود بلفة، والسلاسل هدخل برضو في وسطهم زي ما دخلت هنا، هتجاهل السلاسل دي كلها وهروح هدخل هنا وهشتغل بنفس الطريقة اللي أنا اشتغلت بيها هنا، غرزة كليستر 8 سلسلة، غرزة كليستر كده، أول غرزة عمود ب2 لفة كده 2 كده 3 كده 4، هيبقى 5 حلقات، هلف الخيط وبطلع من الـ5 حلقات مع بعض، بشتغل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، وبدخل في نفس المكان وبشتغل غرزة كليستر كده، أول عمود كده 2 كده 3 كده 4، بيتبقى 5 حلقات، بلف الخيط وبطلع من الـ5 حلقات مع بعض، هتكون معايا بالشكل ده كده. هشتغل 2 سلسلة اللي انا بشتغلهم بين الوحدة والوحدة، هرتفع 2 سلسلة زي ما اشتغلت هنا بالظبط، 2 سلسلة، 1 2، وهلف الخيط مرتين على الإبرة وهروح هنا عند الفراغ بتاع العمود والسلاسل، هدخل جواه واشتغل غرزة كليستر 8 سلسلة، غرزة كليستر كده، أول عمود كده، تاني عمود
كده 3 كده 4، بيتبقى 5 حلقات على الإبرة، بلف وبطلع من ال5 حلقات مع بعض، بين كل غرزة كليستر وغرزة كليستر بشتغل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، وفي نفس المكان هدخل واشتغل غرزة كليستر، كده اول عمود، كده 2، كده 3، كده 4، بيتبقى 5 حلقات، بلف الخيط وبطلع من ال5 حلقات مع بعض، وبعد كده بشتغل 2 سلسلة، وبكمل بنفس الطريقة ان انا بشتغل هنا في الفراغ العمود اللي انا كنت عملته في الطول والسلاسل، بدخل في قلبهم بشتغل غرزة كليستر 8 سلسلة غرزة كليستر، وبين الفراغ ده والفراغ ده بشتغل 2 سلسلة، وهفضل مكملة كده لحد ما اوصل لنهاية الدور وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، واشتغلت في اخر فراغ غرزة كليستر 8 سلسلة غرزة كليستر. هنا بقى في نهاية الدور انا كنت بشتغل هنا 2 سلسلة بين كل غرزة المجمعة كليستر والغرزة اللي بعديها، انما في الاخر هشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4، بدل ما كنت بشتغل 2 سلسلة هنا هشتغل 4 سلسلة، وهروح عند اول غرزة سلسلة اشتغلتها واقفل فيها بغرزة منزلقة، وهلف الشغل عشان هبتدي اشتغل الناحية التانية. فهنا بعد ما قفلت المنزلقة في اول سلسلة اشتغلتها في بداية الدور خالص، دلوقتي هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهشتغل بنفس الطريقة في الفراغات دي برضو اللي انا اشتغلت فيها وانا ماشية في الشغل، فهلف الخيط مرتين على الابرة بعد ما ارتفعت ال4 سلسلة، واروح هنا عند الفراغ ده اللي انا كنت شغالة فيه غرزة كليستر 8 سلسلة غرزة كليستر، هشتغل برضو فيه غرزة كليستر 8 سلسلة غرزة كليستر، كده اول عمود، كده 2، كده 3، كده 4، بيتبقى 5 حلقات، بلف الخيط وبطلع من ال5 حلقات مع بعض، وبعد كده بشتغل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهشتغل غرزة كليستر في نفس المكان، كده 1 اول عمود، كده 2، كده 3، كده 4، بيتبقى 5 حلقات على الإبرة، بلف الخيط وبطلع من ال5 حلقات مع بعض، هتديني الشكل ده، كده شكلها جميل، لو عملناها دراع شنطة هتدي شكل جميل قوي. زي ما كنت بشتغل 2 سلسلة هشتغل برضو 2 سلسلة، 1 2، وهلف الخيط مرتين على الإبرة، وهروح برضو للفراغ اللي أنا اشتغلت فيه غرزة كليستر، وهشتغل برضو فيه بنفس الطريقة غرزة كليستر، بيتبقى 5 حلقات، بلف وبطلع من ال5 حلقات مع بعض، وبشتغل 8 سلسلة، 2 3 4 5،
هشتغل 8 سلسلة في نفس المكان، هشتغل غرزة كليستر كده، واحد اول عمود كده، اتنين تلاتة اربعة، بتكون معايا 5 حلقات، بلف الخيط وبطلع من ال5 حلقات مع بعض، وبعد كده بشتغل 2 سلسلة وبكمل شغل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور. وصلت لنهاية الدور واشتغلت في اخر غرزة، غرزة كليستر، 8 سلسلة غرزة كليستر، هرتفع 4 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وانا عندي 7 سلاسل اللي كنت ارتفعتهم في النص، هعد سلسلة اتنين وهدخل في السلسلة التالتة وهشتغل فيها غرزة منزلقة، وهيكون معايا بالشكل ده كده. ممكن نستخدمه حزام او ايد شنطة او كنار للتزيين، طريقته سهلة وبسيطة وشكله جميل ومميز. يبقى احنا اتفقنا ان احنا بنرتفع الطول في البداية وبعد كده بنكمل شغل عليه زي ما اشتغلنا كده. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.